السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بيبي كلاس؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله هنبدأ حصة القرآن دلوقتي. يلا نقول الدعاء عشان ربنا يبارك لنا. بسم الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فأنت تجعل الصعب إن شئت سهلا. يلا ان شاء الله هنراجع على السور اللي خدناها قبل كده علشان نفتكرها مع بعض. هنرجع سورة الفاتحة وسورة الناس وسورة الفلق. يلا نقول ورا الشيخ، هنسمع الشيخ وهنردد وراه. يلا عايزة اسمعكم كلكم بتقولوا ورا الشيخ. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم. احنا كده خلصنا المراجعة. عايزين ان شاء الله هناخد سورة جديدة اسمها سورة الماعون. هناخد منها بإذن الله 3 آيات. الآيات بتتكلم عن الكفار. مين هم الكفار؟ يعني الناس الوحشة اللي مش بيؤمنوا بربنا، بيقولوا ان مفيش دين، مفيش حاجة اسمها اسلام، ولا بيؤمنوا بيوم القيامة، وكمان بيأسوا اليتيم. عارفين مين هو اليتيم؟ اليتيم اللي هو بابوه مات. وكمان مش بيدوا الناس الفقراء فلوس. المفروض لما نشوف حد فقير ومش معاه فلوس واحنا معانا نتصدق عليه، يعني نعطي منها علشان نحب بعض وربنا ان شاء الله يرضى عننا. طيب يلا نسمع الايات من الشيخ ونردد وراه.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. طيب يلا نقول الآيات تاني مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. صدق الله العظيم. طيب بعد ما خلصنا القرآن عايزين ان شاء الله النهاردة ناخد حديث جديد اسمه حديث الهدية. بيقول ايه الحديث ده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. تهادوا تحابوا يعني ايه؟ يعني مثلا اخويا ممكن يجيب لي هدية وانا اجيب له هدية. ممكن انا اجيب لواحدة صاحبتي هدية ولما نجيب لحد هدية كلنا هنحب بعض. تمام يلا نكرر الحديث تاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. تهادوا تحابوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. طب يا ولاد بعد ما خلصنا الحديث عايزين نراجع آداب خدناها قبل كده. ايه هي؟ آداب بر الوالدين. يعني ايه بر الوالدين؟ يعني طاعة الأب والأم. يعني لازم نسمع كلام بابا وماما، ما نعصيش ليهم أمر أبدا، علشان هما اللي ربونا وتعبوا معانا وبيحبونا. بابا بيشتغل عشاننا وماما بتعمل الحاجات اللي بنحبها وعايزيننا دايما نكون كويسين على طول. علشان كده لما يطلبوا مننا حاجة لازم نقول لهم حاضر ونسمع كلامهم، ما نقولش لأ أبدا، ما نقولش لأ لبابا وماما، ما نقولش أوف، عشان ربنا يرضى عننا. لما ربنا يرضى عننا هيدخلنا الجنة. مين نفسه يخش الجنة؟ كلنا عايزين ندخل الجنة، والجنة دي فيها حاجات جميلة، فيها كل حاجة حلوة، كل حاجة نفسنا فيها هنلاقيها هناك. اي حاجة بنحبها او عايزين ناكلها هنلاقيها ان شاء الله في الجنة. عشان كده لازم نطيع بابا وماما ونسمع كلام الاكبر مننا ونسمع كلام المعلمة. ماشي يا اطفال، جزاكم الله خيرا. النهاردة خلصنا الحصة، ان شاء الله هنكمل المرة الجاية. يلا في الختام يلا نقول الدعاء عشان نختم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.